لما سمعت كثير من الإخوان يرددون أغاني وقد ربما نسيتها أنا، فأملي أن نتقابل إن شاء الله مرة أخرى هنا وأن أقوم بسهرات حتى نتعرف على أكثر من الجمهور مثلكم. فبالمناسبة كما قلت قريب إن شاء الله ربما في هذه الجمعة إن شاء الله سوف يفتتح كما قلت المتحف الصغير، وهذا المتحف الصغير هو عبارة عن كل ما حصدت الحمد لله، وبوجودكم أنتم أحبائي، أنتم من تعشقون فني ويرددون أغاني، يعني كل ما حصدت في 60 سنة سوف تجدونه أمامكم وسوف تعتزون به. فشكرا لكم جميعا. هذا ثمرة من ثمرات ديال هذه المؤسسة، وهو يعني توقيع في كتاب جزء من حياتي، وهذا الكتاب هذا ماشي جديد، غير في 2019 فكرنا أنه يتنشر، ما هو فيه 60 عام ديال الكتبة وديال العمل الدؤوب، علاقته كلها مع ملحنين الأجانب المصريين على الخصوص، السفر ديالو، البدايات ديالو من اللي كان كيغني وكيسرق على والدي ويمشي عند شي صانع يعلمو العود، واللي كان كيغني في عين السبيل جنان السبيل، فكيوريك الحياة ديالو كتعرفو ملي تبلى فنان حقيقي. هو ملي بدا بالتمثيل كيدير لك إخراج وسط الأغاني ديالو كتمتع بهم كلهم. كنتمنى ليه الصحة والسلامة والعافية. Thank you.